الزجاج، وهل انه في فرق بين الزجاج مثلا المكسور او الزجاج عادي، وفي نوعين من الزجاج اللي هو المرايه المراه او الزجاج الشفاف. شوف المراه قد تدل على المراه المطابقه لك بشخصيتك، فاذا انت شفت المراه مخدشه او فيها مشاكل في زجاجها، معناته المراه اللي انت معها فيها عندها مشاكل نفسيه او 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 شخصيتها غير مطابقه لشخصيتك. اما لكن المراه نقيه جدا وصورتها واضحه، وانت واقف قدامها وانت مقبل على زواج او في انسانه في حياتك، يعني اذا ما كنت مقبل على زواج او ما في انسانه في حياتك يختلف المعنى. الله. ايوه. هنا اصبحت المراه تدل على المراه هذه. ولكن اذا كانت انت غير مقبل على الزواج وغير ما في وحده في حياتك وتفكر يا رب تناسبني ما تناسبني، تكون المراه هي شو؟ نفسك. فاذا كانت المراه حسنه المنظر او حسنه الصوره، معناتها نفسك انت مرتاح فيها. طب اذا كنت تتحرك امام المراه غير، يعني في فرق انه الصوره ثابته ولا ايوه ايوه شو صار معناها؟ لا تورط. المهم اذا كنت تتحرك امام المراه، معناتها ان ما تقوم فيه من خطط متوافق جدا لما تبنو اليه. اذا انت عندك خطه وتسعى لتحقيقها، معناتها الحركه 100%، الخطه 100% ماشي على الطريق الصحيح. طيب هذا بالنسبه للمراه. الحين نرجع للزجاج. طب وملابسك في المراه؟ ملابسي شو فيها؟ تدل على المنصب اللي انت مقبل عليها. اذا انت رايت، شوف المراه هي شيء تراه امامك، شيء انت مقبل عليه. فاذا كانت ملابسك جميله وحسنه، معناتها انت مقبل على مناسبات جميله وحسنه. اما اذا كان ملابسك رثه او فيها مشاكل، معناته انت امامك تحديات وبعض الامور الصعبه. طيب نرجع للزجاج. الزجاج بعض المفسرين قد ياخذه من كلمه زوج، لانه تقريبا ماخوذ من نفس الوزن او نفس التفعيله، يعني الازواج او الزجاج او يعني نفس التفعيله، قد يدل على الزوج. وانكسار الزجاج انكسار في علاقه. هذا انكسار الزجاج. أيوة. انكسار في علاقة. تصليح الزجاج تصليح العلاقة. حلو. طيب الزجاج حسب شكله، إذا كان شكل قارورة فهي ماذا؟ قارورة. ومين اللي شبه بالقوارير في القرآن الكريم؟ نساء. أيوة. إذا كانت شكل قارورة معناتها شو؟ نساء. ربما تكون بنت من الذرية، ربما تكون زوجة صالحة، وربما تكون امرأة تدخل حياتك وأنت ما زلت شو؟ صنفور أعزب. إذا كان شكل طبق الزجاج هنا، هذا متزوج شكله، لا طبق طائر، طبق طائر جاي فضل، طبق طائر في الفضاء. إذا كان شكل طبق فمعناتها الزجاج هنا قد يدل على الذرية وقد يدل على الأرزاق. أيوه هذا اللي هرب مكسر مع أنه مسور وجه. آخر حاجة، إذا كانت الزجاج على شكل أكوام، أكوام ماذا قد يدل؟ في المعنى، هل كوب هذا كان فاضي مليان ولا مليان؟ إذا كان مليان يؤخذ ما فيه التفسير. مثلا هذا كوب قهوة يدل على أصبح على مناسبة الزواج، ترى أنا مش قال أنا بشرب ماي بس معدنية. أوكي؟ هنا أصبح ما في الكوب هو الدلالة والرمز الرئيسي. أما إذا كانت الأكواب فاضية مثل فناجيل الشاي أو القهوة، إذا كان عددها مطابق لعدد أبنائك أصبحت ذرية. وإذا كان عددها غير مطابق لعدد الأبناء، معناتها شو؟ أشخاص في حياتك. فإذا مسكت الفنجان أو الكوب من يده أو من أذنه، من إحنا شلناه، أوكي؟ إذا مسكناه من يده أو أذنه، معناتها أنك تقود شخص خلفك في العمل أو في الحياة أو زوجتك. من إذن الفنجان. أيوة. جميل جميل. التفسير يوم يكون يا جماعة منطقي، أيوة، والواحد يقتنع فيه. جميل. إذا مسكته بهذه الطريقة كامل أنا نظيف كنت غاسل. المهم إذا مسكته بهذه الطريقة وأنت تمسك بهذه الطريقة أبنائك ورزقك وحياتك، فقد يدل هذا الكوب على حياتك، أنت متمسك فيه بقوة. طيب إذا بشوف إنسان الحين، خلينا نروح برضه نرجع للزجاج. أيوة. ما أريد أشوف هذه. الله يجزيك خير. طيب إذا شفت إنسان خلف الزجاج، من خلف الزجاج، أصبحت العلاقة اللي بينك وبينها إما أنها غير حقيقية، يعني أنك أنت معجب فيها أو معجب فيه ولكن مش قادر تتواصل معه، في بينكم وبين بعض اختلاف بالأفكار، وقد يدل على الجن لأنهم يختبئون خلف من زوايا لا ترونها إذا كان الشخص غريب.
وقد يدل ايضا شخص خلف الزجاج على شخص لا يحس في مشاعر، لانك لو تناديت عليه او كلمته ما يحس فيه. الى ما ذلك من معاني.